ثوره مع انتفاضه تشرين وما تلاها فعليا. كثير من المنظمات الدوليه بدات تخاطب المفوضيه العليا لحقوق الانسان في حينها في 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 قضيه او في ملف قضيه شخص ما يعتبر هو من الناشطين او يعتبر من المشاركين بتشرين، وبالتالي تعرض الى التهديد، تعرض الى الملاحقه، تعرض الى التوقيف او التغييب والاختطاف، واجبر على مغادره العراق. هكذا حالات كانت موجوده فعليا، والتقارير المفوضيه خلال تلك الفتره بس اكو الكثير من الكثير من القصص المفتعله اللي اختلقوها شباب اللي هاجروا. يعني هذه القصص المفتعله يعني كان يتطلب يعني بعضهم استفادوا منها فعليا، لكن اذا تجي الها ترجع لاولياتها ليست جميعها فعليا مثبته او مسجله لدى الاجهزه العراقيه او حتى المؤسسات الوطنية.